اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ارحب بضيوفي الاعزاء السيد السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجيه للشؤون العربيه الاسبق. اهلا وسهلا. اهلا بيك زميلي العزيز الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق. اهلا وسهلا استاذ عماد. اهلا بكم استاذ عماد. انت ما سافرتش ليه؟ ده سؤال. لان كان جوابك محترم ردا على ناس كتير قالت الوفد مسافر على حساب الرئاسه وعلى حساب الحكومه وعلى حساب حاجات كتير كده. اللي ما سافرتش لانه فيه فعلا ازمه ماليه في الجريده. يعني كان صعب. ليه انت بتسافر على حسابك؟ ليه مش كله مسافر على حساب الحكومه؟ هذا وهم شائع كتير جدا. ليس صحيحا ان الوفود الصحفيه المصريه التي ترافق الرئيس او تغطي جولاته ولا مره. ما انا سافرت بالضبط ولا مره. وعلى فكره يعني انا مختلف مع عهد حسني مبارك تقريبا بنسبه 99%، بس حتى في عهد حسني مبارك لم يكن احد يسافر على حساب الرئاسه ما عدا اللي كانوا بيسافروا على طيارته، وده كان عدد. نقلا عن ياسر رزق انه زكريا عزمي كان يرسل فواتير التذاكر لاستردادها من الذين يركبون طائره الرئاسه كمان. نعم. فبالتالي كل يعني انا سافرت مع السيد الرئيس في رحله نيويورك اللي هي السنه اللي قبل اللي فاتت في انا وغير من الصحفيين. احنا اللي دافعين التذاكر السفر، احنا اللي حاجزين الاقامه. الناس مش عارفه ان احنا ما قدرناش ناخد استوديو للميس بالضبط. لان تكلفته عاليه جدا بالضبط. جدا محدش قدر ياخد استوديو. احنا بالكاميرا المؤجره احنا اللي دافعين فلوس بالظبط. فبالتالي الناس بتعتقد انه طالما ان صحفيين سافروا مع الرئيس فمعناه ان الرئاسه دفعت الاكل والشرب والاقامه. هذا غير صحيح. يعني لم يعد موجودا. ده ربما كان موجودا في بدايات فتره حسني مبارك او ايام السادات لما كان عدد الصحفيين قليل، وحتى كان الصحف قوميه كلها يعني زي ما بيقولوا الزيت في الدقيق. كانوا ثلاثه. يعني انت دلوقتي بالزبط. عندك جرايد كتير جدا واعلاميين زي الرز، هياخد مين ولا مين؟ بالظبط. فبالتالي ما سافرناش لانه طيب. كان هو سؤال توضيح بس مساله فقط متعلقه بالتكلفه الماليه. طيب سياده السفير، كيف ترى تحركات السيد الرئيس؟ الرئيس انا مستغرب، ربنا يديله الصحه يعني، بس كم اللقاءات شرق وغرب وافريقيا على اوروبا على امريكا على رجال اعمال على مجموعات تفكير على مراكز بحثيه، كل ده بيعكس ايه؟ هل الرئيس عنده نهم لشرح واوضاع مصر وقرر ان يخاطب العالم بوضوح عن اللي بيحصل في المنطقه، ولا حضرتك بتقراها ازاي؟ مش عاوز اقول اقرار من الرئيس بان ادوات العمل في الخارج بتاعت مصر مش كافيه في توضيح الصوره. ايه مش 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 انما انا مش عاوز افتح معاك موضوع ديبيتابل قوي يعني وجدلي. طيب هل الخارجيه واجهزه الاعلام الخارجي واجهزه التمثيل التجاري الخارجيه وبتاع بتقوم بالادوار على ما يرام، ولا الرئيس بنفسه بيضطر يقوم ببعض الادوار تعويضا عن الكسل او الغياب او حاجه؟ أنا أعتقد إن بتبقى فرصة كمان إن مصر تقدم نفسها على أعلى مستوى. يعني مهما كان السفير بيمثل وزارة الخارجية، ومهما كان المستشار الثقافي أو الممثل التجاري المصري بيسعى في أعمال لترويج الصادرات المصرية وغيره، إنما لما يأتي العرض من رئيس الدولة المنتخب واللي بيحظى بقدر كافي من الشعبية التي تؤهله للحديث باسم كل المصريين أو باسم حتى القطاع العريض الذي يؤيده، بتكون يعني فاعلية هذا الطرح أكثر وأقرب إلى التقبل من جانب الأطراف الأجنبية. طبعا أنا بس في اختيار اللقاءات بتتم مع مين وإزاي دي موضوع فني شوية، يعني يحتاج إلى مدققين في معرفة هل احنا اللي بنطلب ولا الاجانب الاطراف الاجنبية هي اللي بتتقدم بطلب اللقاء. وعلى ضوء الاجابة على هذا السؤال يمكن تقدير هل احنا بنخرج بالنتائج اللي عاوزينها لو كنا احنا اللي طالبين اللقاء، ولا الاجانب هم اللي بياخدوا. طيب امتى تفرق؟ بمعنى طيب احنا اعلنوا ان هيلاري وترامب الاثنين طلبوا، هم اللي طلبوا، لكن كمان عندنا الملك عبد الله، عندنا الرئيس اليمني، صحيح الرئيس اليمني التلفزيوني، عندنا رئيسة وزراء بريطانيا رئيسة وزراء بريطانيا. حتى لو الرئيس يعني خلينا نفترض ان هناك البعض يطلب والرئيس يطلب، ان الرئيس يطلب مقابلة رئيسة وزراء بريطانيا وترحب بهذا، دي ليه معنى وليه دلالة. صحيح، بس بيكون مقصود به ان انا عندما اطلب أكون أنا متوقع أن أوصل رسالة معينة في توقيت معين لطرف معين،
واني حصلت عليها ولا لا، يعني حصلت على الرد الفعل الايجابي او المطلوب ولا لا. ما احنا ما بنعرفش، في حد عمر حد عرف؟ عشان كده ممكن نعرف يعني، ممكن اذا اذا ترجمت بعد كده في الوقائع والترجمات العمليه ممكن تتحول وساعتها تؤرخ. طب انا هرجع لحضرتك تاني في النقطه دي، يعني محتاج اتكلم فيها شويه لان حضرتك خبير في الدبلوماسيه، وعايز اهنيك واقول ان النهارده ذكرى وفاه السياسي البارع والبارد والذي لم يتكرر اسامه الباز، وسياده السفير عامل كتاب عن هذه الشخصيه العظيمه اللي رحلت عن دنيانا بقاله كام سنه دلوقتي؟ سنتين. الله يرحمه، وقبلها قعد فتره منعزل واعتقد هو اصيب بالزهايمر في السنوات الاخيره. نعم. الله يرحمه يعني. كلنا دلوقتي بقينا مصابين بالزهايمر. ده بس ده فعل فاعل. طيب. استاذ عماد، يبدو ان هناك تغير في الموقف الامريكي. هناك ملامح ما يمكن ان تشير الى ذلك؟ نعم. اولا بس اشاره سريعه، بعض المواقع الاخوانيه قبل ايام نشرت ان مصر الرئيس المصري طلب لقاء تريزا ماي في بكين. ايوه. ورفضت تريزا ماي ان تلتقي بالرئيس لانها تعترض على ملف حقوق الانسان في مصر. طيب النهارده التقوا، هل معنى ذلك ان تريزا ماي غيرت رايها فجاه في ملف حقوق الانسان؟ لا، انت هتاخد على كلام الاخوان، ده كلام الاخوان بيقولوا كلام يموت من طبعا ده. لا انا بتكلم لانه ده احيانا الناس بتستغل انه الرئيس التقى مع عدد كبير من قاده العالم في بكين، سوري مش في بكين، في جوانشو اللي هي المدينه اللي عقد فيها قمه العشرين، وما كانش فيهم تريزا ماي. اللقاء الملامح فيما يتعلق بأمريكا أنا متصور نعم كما لا يخفى على كثيرين، يعني أو الرئيس الأمريكي هناك مشكلة مع الرئيس أوباما، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يلتقي مع أوباما إلا في 2014 في مقر إقامة الرئيس المصري في نيويورك على هامش الدورة رقم 69. نعم. وبعدها توقفت، بقت اللقاءات عابره وحتى سلامات فتره. بالضبط، سلامات فتره، وفي موقف مشكله مع البيت الابيض ومع مجلس الامن القومي. العلاقات المصريه جيده الى حد كبير جدا مع وزاره الخارجيه الامريكيه كيري، مع وكاله المخابرات المركزيه، مع عدد كبير جدا من اللجان في الكونجرس، طبعا مع وزاره الدفاع. وكان الاتصالات حتى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع مع نظيره الامريكي السابق ثم الحالي لحد ما، علاقات قوية بين المؤسستين العسكريين. والرئيس التقى السابق في هذه الزيارة. نعم. وزير الدفاع السابق. نعم. والتقى تشاك هيجل على ما أظن كمان في البداية. لكن في مشكلة مع أوباما، أوباما خلاص صار بطة عرضية زي ما بيقولوا، وما فيش يعني أمل أن يرضي منه فيما يتعلق بالعلاقات المصرية. واخد موقف الرجل هو وسوزان سامانزا باور وسوزان رايس والمجموعة دي. هيلاري طبعا الناس تتذكر لما يعني في اوهام كثيره بامانه بشان هيلاري في مصر، والناس قولوها ما لم تقل وخلوها الفت كتاب وبتاع. صحيح. طيب لكن هي لما تطلب اللقاء النهارده، وهي قبل كده من 3 أو 4 شهور قالت بوضوح ان انا كان لي موقف متحفظ على طريقه معالجه اداره اوباما لثوره 25 يناير. نعم. قالت بوضوح. لما هي تطلب ده تقدير تغير في الموقف الامريكي المعسكر الديمقراطي. طبعا ترامب مندفع في العلاقة، يعني رأيه أنه هو بيقول أن أنا أول ما هوصل للحكم، قيل النهاردة على لسان أحد المتحدثين باسمه أنه يدرك جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي وأنه سيعيد مصر كحليف أساسي في الاعتماد عليها. مهم أن احنا لازم نلتقي. طبعا في ناس كتير يقول لك إزاي نلتقي مع ترامب؟ لا، ده راجل أحد بنسبة ربما 45% برئيس أمريكا. الفارق بينه وبين كلينتون قليل جدا. فالسياسة اللي تلتقي بالإسرائيليين بدأوا ده من زمان، معاهم ناس هنا وهنا. ممكن كمان بعد الكلام عن التقارير الصحيحه عن هيلاري ده يصب في رصيده. طبعا. فبالتالي اللقاء مع الاثنين مهم جدا، واعاده تقدير لموقف مصر، ماشي، بغض النظر عن في خلافات طبعا والخلافات تستمر. الذي يعتقد انه هيلاري لو جت الدنيا انتهت او ترامب، في خلافات سوف تستمر، لانه امريكا دوله مؤسسات بامانه، مش دوله مش شخص. نعم. يعني اللي بعتقد مش الرئيس هو اللي بيحكم، هو صاحب لو الرئيس بيحكم هو وحده طبعا ليه تأثير مهم. كان زمان العلاقات، أوباما خد قرار بقطع العلاقات مع مصر ومع السعودية، رأيه في معظم الحكومات العربية سيء، اللي بيقوله في مجالسه الخاصة كما تنقل عنه. وهو حاول النهاردة في كلماته يلقي إشارات عن منطقة الشرق الأوسط بشكل سلبي. يعني. عمل حديث خطير جدا بيعبر عن قناعاته الفكرية مع أطلانتيك، أظن كان اللي اتكلم فيه على العقيدة بتاعت ما سمي لاحقا بعقيدة أوباما.
اللي هو بيقول ليه احنا سيبنا الشرق الاوسط ورحنا اتجهنا الى شرق اسيا. فبالتالي الاداره الامريكيه اظن وصلت الى قناعه عموما، مش اوباما اقصد، انه التعامل بمثاليه وبرومانسيه مع الامور والديمقراطيه التي تحدث عنها اوباما شخصيا لما جه لو نتذكر في جامعه القاهره قال كلام زي الفل، بس النتيجه على هو زعل مع نتنياهو، بس على ارض الواقع تم توقيع اهم اتفاق منذ ايام، 38 مليار دولار في 10 سنين لم تكن تحلم بهم اسرائيل. والجمهوريين كانوا بيعايروا بيقولوا الاسرائيليين ما توقعوش دلوقتي ونديكم حاجه افضل، انتوا ليه دفعتوا؟ انه فهموا الاتفاق باعتباره دعم اسرائيلي لكلينتون في الانتخابات. الاتفاق اللي بيتم الان في سوريا او ملامحه الانهار هو ايضا البعض يقول انه محاوله لدعم كلينتون، عايزين يساووا بعض المشاكل الاقليميه بسرعه حتى تصب في صالح كلينتون عندما تاتي الانتخابات. انا تصوري ان احنا علينا ان نستفيد اكثر من هذا الموضوع، ولا نتعامل مع زي بعض الحكومات العربيه ان انت ترمي بيضك في كل سله كلينتون او سله هيلاري، لا انت تتواصل مع الجميع، لغتنا الدبلوماسيه ينبغي ان تكون منضبطه، نحن نتعامل كدوله كبيره مع الولايات المتحده اللي هم البعض بيصفها انها لها حدود مع كل دول العالم. طيب سياده السفير، توجه للناخب الامريكي. طبعا طبعا. النمسا كانت تبدو انها واخده موقف من مصر، كانت العلاقات الاخوان نشطوا جدا في النمسا وراحوا البرلمان وعملوا تشويه شديد لمصر. النهارده مصر الرئيس يتلقى دعوه رسميه من المستشار. النمسا من المستشار النمساوي ويوافق عليه. ده تغير، هل العالم كان بينتظر اشاره من امريكا ام ان العالم يؤمن الان ان مصر في هذه المرحله عليها دور مهم؟ لا، في مثل هذه الدعوات ما بيكونش المنظور فيها ياخدوا كليرنس او اشاره من امريكا او لا، بالعكس بيكون فيها استحضار للدور الذي يمكن ان تحققه لهم مصر، ولكن استحضار متاخر، قد يكون نسبيا متاخر. يعني انا شايف ان كل الاطراف مؤمنه بان مصر دورها بيقوى، دورها تبع في اطار النظام الحالي بيقوى، دورها الاقليمي وربما دورها ما بعد الاقليمي ايضا. وبالتالي أظن أنه كثير من الأطراف الدولية التي كانت مستكنة في علاقتها مع مصر في خلال السنتين الماضيتين حيكونوا مقدمين في الفترة القادمة على انفتاح أكثر في التعامل مع مصر، إما لأسباب أنهم اقتنعوا أكثر بثبات النظام وقدرته على التحرك والفعل وتحقيق خطوات ملموسة على الأرض، سواء كان بنتكلم في الملف الليبي او في الملف الارهاب عموما او في ملف الارهاب في سيناء او في ملف العلاقات قدره التحول الاقتصادي والاصلاح الاقتصادي، شايفين جديه في هذه الممارسات، او لانهم يعني انزوت لديهم الدواعي او المبررات التي قدمت لهم في مراحل سابقه عن عدم أهمية الدور المصري وتبعيته لبعض القوى الإقليمية الأخرى، أو أنه إذا خدنا دول الخليج معنا فبالضرورة مصر هتبقى معاه، إذا خدنا يعني إسرائيل فبالتالي إذا حركنا إسرائيل في الضغط على مصر يمكن أن تكون المسألة مستوفاة. يعني هذه الحسابات كلها بتأخذ في الاعتبار في الذهن الأجنبي عندما يقررون أنهم يطوروا العلاقة ويفتحوا مجالات جديدة للتعامل مع مصر. أستاذ عماد، قبل ما أطلع فاصل، بتشوف حوار الرئيس النهاردة مع بي بي إس حرصه على لقائه بالثينك تانك في الولايات المتحدة الأمريكية، بتشوف ده تغير مهم إزاي؟ بأمانة ده شيء مهم، بس هو مش تغير، لأنه في 2014 و2015 تكرر نفس الأمر، التقى بغالبية المفكرين، كان كيسنجر، كان أولبرايت، كان عدد كبير جدا من قادة مراكز الأبحاث مع عدد كبير من الصحف، بل بالعكس أنا شايف يمكن مثلا مهم أنه أظن فيه حاجة مدرجة مع واشنطن بوست، وده شيء مهم لأنه واشنطن بوست هي ونيويورك تايم بيبادلوا مع بعض، قاعدين نازلين ضرب طول الوقت فينا بمعدل تقريبا لا يمر أسبوع إلا بيبقى فيه افتتاحية على مصر وعلى الحكومة والرئيس، وبالتالي هذا شيء مهم جدا. أنت لما بتروح في مكان زي أمريكا ما بتروحش لحلفائك، يعني إحنا ما بنروحش نبشر في المؤمنين، أنت المفروض بتروح تقعد مع أعدائك. طبعا أنا النهاردة كنت بتحدث مع زميلنا طارق الخولي عضو البرلمان، قلت له أرجوكوا المجموعة اللي راحت مجلس من النواب وأنا مش عارف بعضهم بأمانة راح ليه،
يا سيدي روحوا اقعدوا مع المنظمات الحقوقيه اللي بتهاجم مصر طول الوقت، اقعدوا قولوا لهم انتوا بتهاجمونا ليه. بس خد بالك ان 90% من الناس دي ما بتتكلمش انجليزي، وده مشكله. ما انا بقول حضرتك هيحتاج مدخله. طيب بقصه مداخله في موضوع مشاركه البرلمانيين يعني هنتكلم فيه. فبالتالي ان انت تروح، روح اقعد مع خصمك. يعني انت لما بتروح لامريكا، انا مش رايح اعمل ناس يركبوا اتوبيس محطوط عليه صوره الرئيس وعلم مصر مع كل التخدير اللي بس ده. كل اللي باينين مواقفهم مش قابضين فلوس بالضبط. فانا مش هعرف اقنعهم. هو لا. في حد اقنعهم وانا اعرف اشتغل طبعا على دماغهم. انا رايح اللي بيروح في الوقت ده ويروح امريكا اللي عندنا مشكله معاها اللي فيها كل العالم تقريبا، انا بروح للخصومي، اروح لواشنطن بوست، نيويورك تايمز، اروح لبريطانيا، ما اعرفش الايكونومست، اروح للحاجات اللي هي طول الوقت المنظمات الحقوقيه اللي هي تقاريرها طول الوقت شديده بالحق والباطل، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، اقعد اناقش الناس دي وابعت الناس المتخصصين. بس لازم ابقى جاهز بورق ودراسات ومذاكر دي دي عليه صور وعليه مشاهد طبعاً. ومعايا تقارير رسميه يعني احنا مش جاهزين. احنا للاسف الشديد في جزء كبير جدا بنتصرف باللقطه الاخيره اللي هو ادي صوره، لكن انا مش عارف راح اكلم مين وهكلمه ازاي. زي ما سياده السفير اتكلم، وانا حتى يعني انا هاخد ايه وعايز ايه من الناس دي، وبالتالي علي وبالتالي بعمل بيبقى فيه تمهيد واعداد وحاجات طيب. كتيره جدا. هتسمحوا لي اطلع فاصل لان طبعا. يعني اللميس لها الاولويه طبعا. من نيويورك عندنا بعض اللقاءات اللي بتجريها زميلتي العزيزه لميس الحديدي من نيويورك. الساعه 10:30 بتوقيت القاهره، 4:30 بتوقيت نيويورك. مفترض ان يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانه امام الجمعيه العامه للامم المتحده. نلتقي بعد الفاصل.